Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. La recette d'aujourd'hui est cake au chocolat. Alors, Arlindiro, cake facile. Alors, like. Ou بالنسبة للمكونات عندنا 4 ديال البيضات، كاس ديال السكر ماشي ديال العنبة، هذا كوب كبير عليه شوية، كأس إلا ربع ديال الزيت، جوج خمارات حمر ديال الحلوى، و دانون ديال الفاني، سواء فاني ولا الموز ولا أي نكهة. وعندنا الفاني، كيس ديال الفاني، وقرصة ملح. عندنا هنايا ديجا عندنا البودر كاكاو المرة، وعندنا نسكافي، وعندنا واحد لاكخيم ديال الشوكولا، خلطناهم بثلاثة. هنايا عندنا ما يعادل ثلاثة ديال الكيسان، ثلاثة ديال الأكواب ديال الدقيق. ألوغ يلا هون نبداو. بالنسبة للخليط غادي نديرو 4 ديال البيضات، بيضة ثانية، ثالثة، ورابعة. غادي نزيدو كاس ديال السكر وكيس ديال الفاني، نحاولوا نمزجوا هاد العناصر مع بعضياتهم بأون فوي، تقدر تخلط باليد بحال بحال. غادي نخلطو مزيان حتى ما تبانش ديك الصفورية ديال البيض بزاف، بحال الغدا البيوضية. كطلع كيكة رائعة. غادي نضيفو الزيت، قبصة ديال الملح، غنضيفو دانون سوا ديال الفاني سوا ديال اي نكهة على حسب الاختيار ديال كل واحد. ومن بعد غادي نحيدو هذاك الزبادي، نحيدو هذاك داك السائل اللي كيكون فيها. هادو هما الاسرار ديال الكيك اللي كيخليو الكيك يطلع مزيانه. الوغ دانون نحيدو ليه داك الماء ديالو، ما نرميوهش مع العجين، غادي نحيدو داك السائل ونرميو ما تبقى. غادي نضيفو الدقيق تدريجيا حتى نحصلو على عجين متماسك، ميجيش قاسح بزاف وميجيش رطب، يعني يكون عجين متماسك اللي نقدرو نديرو به الكيك. وباقي من بعد غادي نقسموهم على جوج ديال لي بارتي، ندير واحد لابارتي غنخليوها تبقى بلون، واحد لابارتي غادي نخليوها نديرو لها الخليط اللي وريتكم في الاخر ديال المكونات، اللي هو البودر كاكاو مع واحد نسكافي ولا كريم شوكولا ولا اي نكهه ديال الشوكولا، يقدر يكون حتى الفانيل ديال الشوكولا. نتوما العجين كيف كيجي، غادي نزيدو شويه ديال الدقيق، باقي العجين سائل.
واخا في العجين كتبان لكم ملي غنزيدو الدقيق كتبان فحال العجين قاصح، ولكن الكيكه كتجي رطبه بزاف ملي كطيب كتجي رائعه. الو غنضيفو خمارات ديال الحلوه جوج، ونكملوا الخليط ديالنا. نزيدو شوية ديال الدقيق، نزيدو شوية طبعا نكون حصلنا على عجين متماسك. نخلطو مزيان، تقدروا تخلطوه باليد احسن باليد باش يجي العجين مزيان. نكون هنايا سالينا الخليط ديالنا، نحيدو العجين من الفوي، غنحاولو نقسمو هاد العجين لجوج ديال لي باتي. فوالا الوغ هذاك العجين غادي نزيدو ليه كما قلت لكم، ديروا معلقه كبيره ديال بودر كاكاو، ديروا واحد نيس كافي، تخلطوا مع شويه ديال الماء ولا مع الحليب بحال فحال، وغنزيدو معاهم يا اما كريم شونتيون او دي باردون، غنزيدو معاهم كريم شوكولا ولا نزيدو فاني ديال شوكولا، وغنبداو نخلطو. بالنسبه للبودر كاكاو من الاحسن نديرو البودر كاكاو اللي كتكون مره، ديجا عندنا السكر في ديجا كتكون فيها السكريات، ديجا عندنا دانون فيه السكر، عندنا السكر وعندنا لاكريم ديال الشوكولا ديجا فيهم السكر، من الاحسن نديرو بودر كاكاو يكون مر باش يلاه تجي العناصر هي هذيك، ما تجيش حلوه بزاف وما تجيش عاوتاني مره بزاف. الوغ مول بحال هذا الشكل هذا دائري، بالنسبه للمول كيبقى الاختيار ديال كل واحد، يقدر يكون
تريونغل يكون كور ولا يكون مربع ولا يكون كل واحد على حسب الاختيار. الحاجة الوحيدة هو أنك تضبطوا المقادير وما هادوك. وبالنسبة للمول كيبقى الاختيار، وبالنسبة للشكل كيفاش تحط له شوكولا، كيفاش تحط العجين ديالك في المول كيبقى اختياري. وغادي نكونوا ديجا دهنا المول بالزبدة باش ما تلصقش، باش ما يتلصقش لينا الكيك. وغادي نبقاو نحطو كما كتشوفوا، كنبقى نحط طبقة بعيدة على طبقة وندير بيناتهم طبقة سوداء كتعطي واحد الشكل رائع من تحت ديال الكيك. هنا العجين كيبان بحال عاقد ولكن الكيكة كتخرج رطبة بزاف. هنايا حيتاش فيه لو شوكولا كيبان لي العجين ديال الشكلاط رطب بزاف، حيت فيه لامبو الشوكولا، فيه لي زيليمون اللي فيهم السكر بزاف. الو غادي نكملو العجين ديالنا بهاد الطريقة. غادي نحطو طبقة بيضاء على الكحلة وحنايا كنكملو الخليط ديالنا. هانتوما كيجي هاد الشكل، نحركو شويه باش يوصل جميع الجوانب ديال المول. لو غادي نزيدو ما تبقى في الشوكولا، لو من الفوق كنكتر الشوكولا بزاف. الشكل هذا كيجي من تحت ديال الكيك، كيجي واحد الشكل رائع مختلف. الا جينا نقلبو الكيك وصورناه بواحد الطريقه وقلبناه عاوتاني الكيك من الفوق وصورناه بطريقه ما كتبانش واش هي نفس الكيك، كتبان بحال لا كيك وحده اخرى. الوغ من بعد ما نساليو هاد الكيك غادي ناخدو كيغدون ولا حتى فورشيت ماشي مشكل، ماشي ضروري كيغدون. الوغ غادي نصايبو، نصايبو اشكال كوم سا بحال شكل وريضة بشكل دائري. باش الشوكولاتة تشد في الاماكن اللي ما كاينش فيهم. الوغ غادي ندخلوها للفرن لمده 40 دقيقه. غنكونو ديجا سخنا الفران. هانتوما كتجي على هذا الشكل. هذا غادي نحاولو نقلبو هذا الكيك هذا عتيره المول سخون بزاف. هانتوما كي كتجي زوينه بزاف كما قلت لكم على طبقه طبقه، كتجي طبقه شويه حمراء الاخرى كحله، شكل زوين. هانتوما
من الفوق شوف الشكل ديالها كي دايره مختلفه، لكن لوغو ديالها زوين بزاف، مفيش بزاف ديال واخا فيها الشوكولا ولكن ماشي حلوه بزاف بزاف. هانتوما كتجي رطبه. الو غادي نبداو التقطيع ديال هاد الكيك وتشوفوها كيفاش جات من الداخل. يلا خليكم معايا. هانتوما هذا هو الشكل ديالها من الداخل. هانتوما بحال هيدا. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه والله حتى زوينه بزاف وسهله، ما فيهاش يعني مكونات اللي كتارين، يعني مكونات اللي بسيط. هانتوما غادي نبداو نقطعو في الكيك ديالنا باش نسهلو كيجي رائع. هانتوما هانتوما شوفوا الشكل كيفاش كيجي، وهذا هو الكيك ديالنا، كيك وشوكولا نوار، كيجي كتر من رائع وكيجي ديليسيوس. الوغ خليتكم على خير. الوغ هانتوما كي كتشوفو بحال هيدا. الوغ بالنسبة لا سيونس سويفونت ان شاء الله غادي نديرو اون سيونس ديال لو فوكابولار ديال لي زيستونسيل، لو ماتيريال، لو بتي ماتيريال، لو كرون ماتيريال دون لا كويزين، الفوكابولار ديالهم. وهذا هو الكيك ديالنا. وبالنسبة للناس ما تنساوش الناس اللي مازال ما مشاركينش في لاشين يدخلوا يشاركوا، يديروا ابوني ويفعلوا الجرس، يديروا لايك ولا ديزلايك على حسب كل واحد والرأي ديالو. يلا خليتكم على خير.